إيه يا نفس، كلنا سنرحل، تفضحني عيناي عند ذكر الرحيل. بعد 5 سنوات، ماذا لو كان بعد 2 سنين؟ أو ربما الآن تطوقني صور العابرين حينها، وأسأل نفسي: ما قربانك؟ مات من عاش 7 سنوات في الإسلام فاهتز له عرش الرحمن، من سيهتز لموتك يا نفسي؟ فقيرة أنت، منغمسة في دنيا اللذائذ، حتى ما كادت الليالي تنسيك ذكر هادم اللذات، إلا حين تصبحين وفي موطنك رائحة الموت، وتفجعين بالرحيل. حينها يا نفس تعودين لتعضي أصابع الندم وتسألين: ما بالي فرطت في جنب الله؟ وحقيقة الحياة البرزخية رأيتها في أحباب الراحلين. تمهلي، فما زال في العمر ما كتب لك، شد مئزرك وامضي في جهاد مع الدنيا الفاتنة، وعسى الله أن يحيى بك الأمم. يا الله، هبني من الإيمان ما يجعلني أقدم لفردوسك الثمن الذي تستحق، وهبني من الصلاح ما يختم لي بسجدة لا أرفع منها أبداً.